وانطلاقة السابق. وانطلاقة التصفيات غم نعيف الهاجري وسالم الفهيدة. وانطلاقة موفقة لسالم الفهيدة والجواد. صفقة محاولة للحاق وسقوط للفارس نايف الهاجري. تمنى له السلامة وتأهل جميل وهادئ لسالم محمد عبد الله الفهيدة المري. تأهل جميل المشارك رقم 2 من الجهة الداخلية. وانطلاقة جميلة وممتعة لسباق السابق لبحور النايف من الجهة الخارجية وخطف للصدارة من الجهة الداخلية. هناك الجواد العارم وحسن طاعوس النعيم العارم وبحور النايف محاولات لخطف الصدارة. بحور والعارم عابرم وبحور بحور قادمة بحور قادمة وتذهب. تنجح الانطلاقة موفقة لمنجم بفارق الطولين عن الجواد التبر. منجم والتبر محاولة للحاق من الجواد التبر وعبد الله النابت، ولكن منجم بشكل جميل والشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد الثاني محاولة للحاق من الجواد التبر، ولكن منجم بشكل جميل وبفارق 3 أو 4 أطوال بصدارة جميلة. انتظار انطلاقة الفريق السادس ومحاولة بين الجواد مغيدة إيساف وميلينيوم دي بوي. مغيدة في صدارة جميلة ومحاولة لحاق من الجواد ميلينيوم دي بوي، ولكن مغيدة بفارق بعيد وتقدم للجواد ميلينيوم دي بوي ومحمد الجميلي. ومحاولة للذهاب من الجواد مغيدة ومغيدة